يبغى لعبه يبغى لعبه الله على غزال الطاير والله ما سويتك شباب يلا متحمسين مع الفقره شباب نبي نسمع صوت شباب متحمسين يا سلام شوف 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 الجلسه شوف الجلسه ابغى هذا ابغى واحد يمثل كل لا تحدي تحدي بين اثنين الله احمد الحبشي تعال هنا حلو فيصل عبدلي تعال هنا شباب بقول كلمه مهمه جدا احمد الحبشي نقي واحد نقي اسامه المانع تعال كم كامي كم كامي احمد الحبشي نقي واحد اصيل اصيل ابو رزيقه مع فيصل اسمع طيب يا شباب اللعبه تصريح بالله تكفى يلا بسرعه اصيل بسرعه ها واحد اثنين واحد بسرعه سرعه واحد اثنين بسرعه سرعه شباب الله شباب ما شاء الله عليك اسمح لي يا اخي سروالك كانك لابس ثوبين تحت بعض كلمه تصريح شباب كلمه تصريح على السريع الكلمه الاولى العمل اللي دشنه ابو رزيق الغزال الشارده ترى يقصد اصيل التصريح لابو رزيق وفريق فيصل خلاص خلاص كذا خلاص كيف 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 يصير كيف هذا الفريق خلاص فريق احمد الحبشي الفريق الاول الفريق الثاني فيصل العبدلي خلاص مشاكل بعدين شباب ابوك انت ايه مشاكل ابوك انت احمد الحبشي خذ فريقك هنا يلا شباب اصيل تعال ابو محمد مرزيقه شباب ترى طيب. لعبه في جيبي ها شباب. فريقك ولا فا لا 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 اجل شباب الجميع بعيونك الجميع يعرف بس ما يعرف لعبه ها يعرف لعبه يا اخي مشكله تعرف الكنز وشو يا اخوان في نهايه هذه المسابقة في كنز حتحصلوا عليه وهو جائزة لكل واحد فيكم والله جد جائزة لكل واحد فيكم انتوا فريقين صح؟ يلا كل قائد فريق يجيني أنا أعرف روح 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 يا وحش قبل ما نبدأ يا قائدنا قوم قبل ما نبدأ قبل ما نبدأ هذه الشفرات بنحلق بقى وهذه حبيبي هتطلع برا خلاص خلاص والله نياس اوكي مجهزينها وتعبين على تجهيزها وقاعدين شو اسمه ده محترف صيني شو اسمه ها محترف صيني اوكي طيب هذه الشفرات لهذا الفريق احمد حمشي اهدى حبك والله هذه الشفرات لهذا الفريق تلاقح افكار يلا يا اخوان خلوكم سلطان من معه تعال معنا سلام طيب معنا خلاص مالي دخل استريح خلينا اتكلم شباب لا تخربوا ام الدنيا خلينا نتكلم سلطان معنا يا شباب في كل لوكيشن حتلاقوا اوراق هذه الشفرات انا حاعطيكم مفتاح اول الشفرات يا عيال فاهمين وبعدها تبدا تفكك الشفرات من الورقه اللي عندك فك الورقه يا عيال حنلقى اوراق سلطان اسامه تعالوا حنلقى اوراق فيها الرموز دي اللي فوق أوف. كل رمز حتفك الشفرات حنرتب الحروف نحصل على وبعد ما تفك الشفرات تروح للمحل الخطوه الثانيه في المكان الفلاني يعني انت تبغاه وبعدين تبدا مرحله جديده في كل لوكيشن حتلاقي توجيه معين روح للمكان الفلاني حتلاقي الورقه وتاخذ الورقه وتفك الشفره خلاص بعضنا قلم عندنا ورايق هذا القلم والقلم الثاني قلت لي اصيل ما حصل عشان نرتب الامور يا عيال دقيقه باقي قلم نبغى نقسم طيب الحروف كل واحد دقيقه اسف اسف روح جيب لي يا فارس كم مرحله حتكون؟ خمسه ولا اربعه؟ ما راح اقول انت حتشوف الورقه الورقه حتفهمك ايوه الورقه الاولى حتفهمك كم نبغى نحفظ الرموز يا عيال صحيحين انت طيب احمد الحبشي تعال ولا جيب لي واحد يا احمد تعال وجيب لي واحد يعني مثلا الان حيجيب لنا شباب لازم تتحركوا انتوا جالسين تتحركوا مو بس بلوكيشن واحد يمكن تتحركوا كل اللوكيشنات يا كابتن تحرك كلام لو تبين نروح ما تبقى والله لو تبغاني لك نروح له نروح له نروح له والله نروح له لكل لوكيشن ساعة الغزال الشارد شفته كنا في رجال في اختبار لما بلا فتح والله تمشي بعزك بكلم الاداره اقسم بالله العظيم الفريق كامل لو كم نقطه؟ ها؟ لو كم نقطه يا اداره كم؟ لا نقاط لا من جد كل واحد 100 نقطه تحت شوي ها 200 نقطه يا كذاب كل واحد له جائزة يا شباب تستاهل والله عليك طيب يا شباب الان الفريقين حتبدا اللعبه فيصل ما فهمت ترى بس بحاول افهمها لا تكفى فهمنا عم فاهمين
شباب الان عندكم شفرات في الدهن. فين الشفرات هذه؟ انا حديك هذه الورقه. يا حطني يا حطني هذه الورقه لو اديتك هي بين كل شرطه وشرطه كلمه. هذه العلامه لا امره اذا استاذ شفرات مع بعض تكون في شرطه. لو جات لو جات هذه الشفره كلها كلمه في الورقه تفك الحروف. يلا 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 امشي. فهمتوا الفكره؟ امشي امشي طلع واحد بسرعه. بسم الله الرحمن الرحيم نبدا لعبه الكنز. بيسوي وكل فريق دحين هذه الورقه الشفره الاولى كلنا نروح خلاص خلاص. لا انت تاخذ ورقه فريقك وهو ياخذ ورقه فريقه. فيصل جاهزين؟ جاهزين يلا سموا بالله جاهزين. جاهزين شباب خليكم جاهزين لانه كل اللوكيشنات شغاله. يلا واحد اثنين احنا معك نركض. واحد اثنين احنا حنمشي يلاهت تكفى ندور مع بعض. واحد اثنين ثلاثه ابدا. تعالوا تعالوا كلام مين معاه؟ فك الشفره فك الشفره. اول كلمتين نذهب اول كلمتين نذهب يا اخي الاذى يا اخي فك الشفره بسرعه. والله اذا شوف فا 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 عين ايوه فا فا بعدين 100 100 100 100 شرطه تحت شرطه تحت النقل في شرطه تحته وبعدين بسرعه بسرعه بعدين بسرعه. خليك خفيف خليك خليك خفيف. هذا لا يا عيال الفريق الاول بيفك الشفره. يلا بعدين اللي ثاني دي بسرعه يا شباب يلا. شمس 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 هذه قاف. الى رق لا لا بعد ما يدك هذه ها الى رق رقه رقه ايوه شرطه شرطه شرطه. بسرعه 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 يا عيال بسرعه يا عيال بسرعه فكوا الشفره الثانيه يلا. هذه فكوا الشفرات بسرعه بسرعه بسرعه. الشفره الثانيه خلي استفهام استفهام. هذا 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 توجه الى توجه الى توجه الى هذه مره ثانيه. الف 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 توب توب يا رب توب توب هذا توب 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 يا عيال فكوا كلها يا عيال في لوكيشنات ترى لا تحسب انه في لوكيشن واحد. فك فك الاذى عشان تفهم. بعدين سام فوق سام فوق عين عين عين. لا هذه كلمه 100 100 صبر صبر. ها صح صح الكلمه الاولى صح بسرعه. هنا العين هذه هذه الفريق الثاني فكها بسرعه بسرعه. خذ القلم لا تسيب القلم. خذ القلم يا فيصل. والله ما يروحوا بسرعه يا شباب بسرعه بسرعه يا شباب بسرعه يا شباب بسرعه يا شباب. والبحر كله نوى وانت حياتك شجيه. على البحر ما شفاي في منام الليل حل سرى سرى سر الليل. سكة سلطان قبل شيء. يمين 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 يا سلطان. سر الليل أبشر أبشر بسرعة يا شباب بسرعة. ألف 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 والآي نون وانا اسمي احمد ما انضرب شي لحد الا المقادير جابتني لابوك هديه. وانا اسمي احمد ما يلا شباب يلا فين بسرعه بسرعه جابتني لابوك هديه. وانا حقهم 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 هذه حقهم حقهم هي حقهم
حقهم لا تمسكها ما لكم شغل بسرعة ها تعالوا بسرعة بسرعة يا شباب ما فكها ما فكها أحد الزحف بسرعة ألف 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 أحد الزحف أيوه هاشتاج أحد دور 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 أيوه هنا أكيد أحد أحد بسرعة هنا أيوه ألف ألف أحد الشمس ميم كف 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 الشمس ميم هذه لا لا دائرة أول شيء كف اسمع النار وين كم كاميرا 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 أحد كاميرات أحد كاميرات خلاص كمل بسرعة اكتب أحد كاميرات ايش أحد كاميرات ايش دقيقة بسرعة ألف 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 تعجب تعجب خل تعجب ألف تعجب وين تعجب وين تعجب نون نون تعجب بعدين أو دائرة ها ها أيوة بعدين الألف الألف أنها العين أفنى إيش هذه كلمة هذه أف العين العين أنا هذا عندنا إيش ألف لا 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 تمسك الكاميرا كذا ايش بك فوق الكاميرا تحت جنبي الليل حيل سريع على البحر ما شفاي في ما نام الليل حيل سريع الليل ورامي شباك الهواء والبحر مع سلطان حياتك شجيه هنا 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 سلطان ألف تعجب التعجب فين الكنز أوف أوف الكنز يلا يا عيال يلا يا عيال شوف الجرات بسرعة أي جرة واحدة في ألف النار إيش النار ألم الماء ايوه ايوه بسرعه في أيوة. الجرات واحده من الجرات بسرعه الا المخ بسرعه المطبخ المدخل يمكن المخ المدخل 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 طيب اي مدخل قم 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 بسم الله بسم الله سلطان ايه اوه يا غبي جالس يقدم صحيح يا حيال مع هادي مع هادي كانت تحت هادي لا لا كانت تحت هادي لا والله لا والله حطها هنا في الزاوية بس حطها هنا هو حطها بين الحديد ايش الصعوبة يا شباب لا 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 شباب بس هنا الهنقر حر بس هنا الهنقر شباب والله شكرا والف الف مبروك يا شباب يستاهلوا والف فارس. مبروك برضو شباب فارس يا مجنون يا برزاقه شكرا علي الكمكمي والله تستاهل شباب شكرا تعبت شكرا يا شباب صراحه فيها كنا صحيت من النوم تلعب بس ها الحلاوه فيها كنا والله شكرا شباب شكرا والله ما ادري شكرا بالله تنعاد والله تنعاد حاول تدو تنعاد فيصل كنداس فارس كنداس ما شاء الله من حي الكدرة شكرا والله شباب خليتكم تتحركوا مع الصباح يعطيكم العافية يا شباب سلام عليك نزلتني يلا 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 تعالوا الهنقر يعطيكم العافية شباب سر الليل ونايم على البحر ماشي فايده في منام الليل حل سريع شباب اللعبة تعتمد على السرعة وعلى الذكاء وعلى حفظ الرموز بس انا اعترض ليه صعد موضوع الجمهور ليه صعد موضوع الجمهور والله احنا حاطينها في الجرة وهي جاية في حديد الجرة والله انا صراحة شوف نستاهل فوز ولا لا صعد الجمهور انا بصعد للجمهور والجوال معايا ومسموح الجوال يتصعد الجمهور ايش اللي يصعد الجمهور ايه يقولون انها في الجرة حاطينها بين الحديد وبين الجرة صعدها الجمهور طيب صعد الجمهور بين الحديد وبين الجرة يعني ايش يقول في الجرة يعني في الجرة لازم تفكر طيب علي تبغانا صعد كله كنت علي تبغانا صعد للجمهور ايه انا طالب صعد الجمهور ابو رزيقة دقيقة قبل ما انتهت لعبة ابو رزيقة في اعتراض من بعض الشباب ايه وانا معترض تصعد الجمهور وانا حبيبي صعد امه وانا
حصعد حصعد ال صعد امه سوي تصويت الفوز للجمهور اي سوي تعال علمك كيف تصعد علمك كيف اصير اسامه في احد عنده اعتراض قدر الله فريق لي في احد عنده اعتراض علي علي فريق علي تعال كيف الاعتراض احد عنده اعتراض زي كذا الاعتراض ها احد عنده اعتراض قدر الله كم كبير ايوه انا عندي اعتراض خذها بيمينك حبيبي بيميني خذها بيمينك والله العظيم فله فله انا عندي لعبه مو ذنبي انت ما تفهم لغات مو ذنبي لا قال في الجره لا لا تخيل وين طلعت اي في برق بين الحديده شكرا شكرا لا بس بس نرجع نقول ايش اي لا لا تدخل النفوس في الموضوع النفوس ما لها علاقه نرجع نقول ايش اي في احد عنده اعتراض ها في عنده اعتراض ما توقعت كذا ما توقعت انا برؤيتي اشوف انه فريق احمد فايز ولكن الجمهور بصعد للجمهور واذا الجمهور والله قال فريق كمكمي او فيصل عبد اللي فايز والله يبشر الشباب بالهديه والله يبشر يبشر فريق فيصل بالنجاح اقول لك شيء والله يا جمهور اقول لك شيء انها ما كانت في الجوله والله انا راضي اقول لك انا راضي بحكمك وحكم الجمهور بس يكفيني انا والرجال اخذناها بيدي والله شكرا يا احمد بس معليش الجمهور يدخل فيها حبيبي اكتب فيصل والحبشي احمد الحبشي شو الفايده شو الفايده مده الاستطلاع والله شو الفايده خلونا مده الاستطلاع كم نخليها 5 دقائق ولا 10 دقائق لا 5 دقائق 5 دقائق كنسل اليوم ها كده صح ايوه خلاص شوف يا شب... يا جمهورنا العزيز وضح الان وضح انت كنت معنا فيها الشباب طبعا الله يسامحك يا وليد لعبه وليد حنفي العسل انا اللي وكلته يحط الاوراق على بال ما انا الهيكم عشان ما تشوفوا الاوراق فين ها شايفين كيف فهو قلت له حطها جوه الجره جوه هو حطها جنب الجره فكينا فهذه هذه فيها فيها مشكله فالجمهور هنا هو يعطي الحق بعد رجال احد يعطيكم انجرح شيء والله اه ابليسكم المهم فانا حاطرح التصويت عليه بس خلاص 1 2 عندكم 5 دقائق نشوف مين اللي حيفوز فريق فيصل العبدلي اللي هو ابو رزيقه وفيصل العبدلي وكمكمي ولا فريق احمد الحبشي اللي فيه اصيل وسلطان واسامه المانع 1 2 تا صعد لا. الموضوع لا تا صعد الموضوع تا فيصل طالب الجمهور بسرعه يعطيك العافيه فارس والله شكرا على اللعبه ما حطيت الهاشتاج ما حطيت الهاشتاج احذف تعال جوالي طفى والله جوالي طفى جوالي طفى جوالي طفى جوالي طفى جوالي طفى يا عيال جوالي طفى والله جوالي طفى ايش نزل تصويت نزل تصويت بسرعه يلا كيف يصير نزل تصويت ايوه هذا هذا من ترشح للفوز من ترشح فريق فيصل العبدلي بسرعه فريق فيصل ما عاد نبغى هديه ما عاد نبغى احمد الحبشي لا يا اخي يا اذكياء يا اذكياء مو روح حسابه وتابع تعلق باقي روح حسابه سوي سوي يا سوي هاشتاج ما حط هاشتاج في حسابي في حسابي انا هاشتاج ما حط هاشتاج هو هاشتاج هاشتاج فارس السيد كمان اعطاني علم خلاص اسامه لا تسوي بعدين بيقولوا عشان من جواله غشينا لا تسوي اي لا لا مرضى ايش مرضى ما تبغى مرضى 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 والله انت مرضى بالله الله يحفظه اسال الله بالشفاء العاجل اقسم بالله كذاب والله العظيم كذاب والله العظيم كذاب بنزل والله بنزلها في حسابي نزل 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 بسرعه 1 2 مده الاستطلاع مده الاستطلاع 1 يوم سلامات ننتهي الحفله ومباشر 3 دقائق يلا 1 2 3 بسم الله يلا نزل التسعيد يلا في حسابي في حسابي في حسابي في حسابي يلا في حسابي في حسابي كل ما سلم والله كذاب والله كذاب احمد الحبشي صبر اللي علمتهم ساحة ترحيبة ارحبوا ارحبوا هذا ما يعرفها الا فارس فارس ساحة ترحيبة ارحبوا كفو جاني جرح جاني جرح اسمع إيه؟ والله بحطه مين في فوز شوف الصراحة الصراحة لما الواحد يعني يقدم نفسه كألعاب وك يقدم نفسه كألعاب مبادرات الصراحة يعني انه الواحد قاعد يهيئ قاعد يستمتع يمتع يعني صراحة الموضوع لو سمحت لو سمحت يعني اصابعك فوق انها مقانق مقانق مهربه دم طيب خلوني اقدم نفسي يا رجال تكفون يا رجال خلينا نعطي كل واحد شو اسمه مجال بالله نعطي كل واحد مجال خلوني اقدم نفسي تكفون بقدم نفسي
خلاص قدمت عشان قدمت نفسك استاذ اسامه ضيفنا في الحلقه اليوم. نعود للوراء قليل. حلو نعود للوراء. طيب بما انك سويت فكاهه وخضروات اسمع حوكي ان شاء الله سنك ما يضيمك. ايش بتسوي؟ لف 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 عند الطبيب المختص الاسنان كل بها دائما يسال كيف حالك يا حنقله. صح سليم 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 رده والله صح. ايه طرد والله صح ملقى التسويق والله يا مسلم استغفر الله والله يا مسلم. انا يعني لا تصويت ولا درجات ولا اسمع شباب الاداره بما انه الاداره منعت التصويت معليش معليش جمهورنا العزيز كنت اتمنى انه يكون في تصويت ولكن التصويت الغي. لا اله الا الله مين اللي فاز؟ التصويت ألغي بس معليش وسامحونا جمهورنا العزيز ما شاء الله تبارك الله وصلت التصويتات إلى 254 ولكن سامحونا جمهورنا العزيز يا حبايب اللي فاز ما شاء الله تبارك الله ولا أحد. جيب الجوال ممنوع الجوالات مختص الجوالات ممنوع. شباب حاولوا أنكم تسووا حاجة ها على بال ما أجي حاجة 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 بنسوي حاجة.